الجرامر اللي كان موجود معانا كان موجود عن حاجة اسمها comparative اللي هي صيغة المقارنة. دلوقتي أنا لو بوصف شخص، يعني أنا هفتح لكم وورد ونكتب دلوقتي، أنا لو بوصف شخص والشخص ده مثلا اسمه علي، فأنا هقول علي is tall. الصفة دي بقى هي اللي تفرق معايا، شايف كده علي is tall، فين الصفة؟ هي tall. هل أنا دلوقتي بقارن علي بحد تاني؟ لا، أنا بقول اللي علي is tall يعني علي طويل. لكن لو أنا عندي شخص اسمه علي وشخص تاني مثلا اسمه محمد، وعايز أقارن بين علي ومحمد مين الأطول، هو بقى ده بس النهارده معانا. لو بصينا كويس جدا هتلاقي comparative يعني صيغة المقارنة، يعني بقارن بين شيئين أو شخصين. الصفة اللي هي tall دي بتاخدها وتحط لها ER تبقى taller. طب بقول الجملة إزاي؟ عايز أقول اللي علي أطول من محمد، بقول علي إز، أوعى تنسى إز لأن ده verb to be، ده الفعل. علي إز taller than، taller than يعني أطول من محمد. لو جينا نشوف كده علي is taller than محمد، فين الناس اللي أنا بقارن بينهم؟ هو علي ومحمد، فين الصفة؟ tall، بس عشان هما شخصين فبقارن بحط للصفة er وبعد كده than، فاسمها taller than. علي is taller than محمد. طب افرض أنا قلت لك ابتدي الصفة وابتدي الجملة بمحمد، طيب ما هو علي أطول من محمد، يبقى محمد أقصر من علي، يبقى محمد is shorter than. شايف الصفة بحط لها إيه؟ بحط لها ER، يبقى shorter than علي، محمد أقصر من علي. دي كده صيغة المقارنة. هفضل أقول لك في صيغة المقارنة أوعى تنسى اللي أنت بتقارن بين شخصين أو شيئين، علي مثلا ومحمد، اوعى تنسى verb to be اللي هو is وبتحط للصفة er وبعد كده than. دي في صيغة المقارنة زي tall taller than، short shorter than اللي هو أقصر، nice يعني لطيف، nicer than، big تبقى bigger than. واخد بالك ان big بقت double g؟ ليه بقول double g؟ لان big الحرف الأخير g قبل ايه؟ حرف الاي، حرف متحرك، عشان كده تبقى bigger double g. طب hot تبقى hotter hotter. طيب للاسف اللي بيقول مفيش صوت هو اللي داخل زي ما انتم شايفين كده، هو اللي داخل من غير صوت اهو جنب اسم الشخص، هو اللي داخل من غير صوت. طيب hot تبقى hotter than، funny تبقى funnier than. فانا عايز اخد مثلا مقارنة وأقول مثلا إن المدرسة أكبر من البيت، أقول the school، أكيد المدرسة اللي أنت بتروحها is bigger than the house، المدرسة أكبر من البيت. إيه اللي خلاني دلوقتي أعرف اللي دي صيغة مقارنة؟ لأن أنا قدامي حاجتين بقارن ما بينهم، the school with the house. ما نسيتش verb to be اللي هو is، بعد كده bigger than، باخد الصفة big واحط لها ER تبقى bigger than the house. طيب دي صيغة المقارنة. عندي كمان صيغة اسمها superlative، صيغة التفضيل. أنا كده مش بقارن، أنا بختار شخص واحد وأقول عنه هو الأطول، هو الأقصر، هو الأسرع، مش بقارن، ده أنا بقول بديله صيغة تفضيل. زي مثلا لما أجي أكتب المثال ده ذا أو بلاش ذا، ممكن أجيب اسم شخص مثلا، أقول سارة is the nicest girl in the class، سارة دي أظرف وألطف بنت في الفصل. لو خدنا بالنا كده إيه اللي بيحصل في صيغة التفضيل؟ بحط قبل الصفة ذا وبعد كده الصفة بحط لها EST، the tallest، the shortest، the nicest، the biggest، the hottest، the funniest. لو خدت بالك انا هنا مش بقارن الجمله دي، انا مش بقارن، لا انا خدت الاسم اللي هو ساره وقلت ان ساره دي هي اظرف بنت على الاطلاق، بقول ساره از، اوعى تنسى از،
بعد كده the nicest girl in the class. أما أجي أقول مثلا علي is the tallest boy in the class. علي ده أطول ولد في الفصل. هل دي صيغة تفضيل ولا صيغة مقارنة؟ دي مش صيغة مقارنة، دي مش comparative. أنا مش بقارن شخص بشخص، أنا خدت شخص واحد وبديله الصيغة التفضيل، بفضله على كل الناس وبقول اللي هو الأطول على الإطلاق. علي is the tallest boy in the class. طيب عندنا بعض الصفات زي good, bad, many, much, far, further. الصفات دي ما ينفعش أزود لها ER. الصفات دي ما ينفعش أزود لها ER. good هتبقى better أو the best. طب إيه better دي؟ أفضل من. دي بقى اللي اسمها better than. أفضل من فلان، أفضل من فلان، يبقى better than. ما ينفعش أقول gooder than. يعني good ما ينفعش أحط لها ER زي دي مثلا، زي طول وأنا بقارن. عايز أقول مثلا إن علي أفضل من مثلا وليد، أقول علي is better than وليد. أخد بالك اللي أنا بقارن؟ أنا بقارن بين شخصين اسمهم، واحد اسمه وليد وواحد اسمه علي، بس أنا ما بقولش gooder than. ما فيش حاجة اسمها gooder than، هي اسمها good صفة. لو عايز تقارن خليها better than، والأفضل the best، الأفضل على الإطلاق. يعني مثلا زي ما حد بيجيب الدرجة النهائية في الامتحانات، فأنا بقول له you are the best، أنت الأفضل، صيغة تفضيل. بقول you are the وبعد كده best. The best. You are the best. She is the best girl. هي أفضل بنت in the school. هي أفضل بنت في المدرسة. ما ينفعش بقى أقول هي الأفضل على الإطلاق أقول goodest. لا، good بتتحول تبقى best في صيغة التفضيل. دي مش مهمة قوي عندكم في سنة تالتة. عايزك بس تعرف اللي أنت لو بتقارن tall تبقى taller than، short shorter than، nice nicer than، big bigger than، hot hotter than، funny funnier than. تعال نشوف صيغة الـ comparative أهي الأمثلة، وصيغة الـ superlative. comparative صيغة المقارنة، بتحط للـ adjective ER وبعد كده than. بص كده، أما أجي أقارن بين كوكب الأرض وكوكب المشتري، the earth الأرض is، ما ينفعش أقول small than. small than دي غلط، اسمها smaller. بتحط للصفة ER تبقى smaller than Jupiter. the Jupiter أو the earth is smaller than Jupiter. الأرض أصغر من المشتري. طب عايز أقول إن في كوكب هو الأصغر على الإطلاق، Mercury. Mercury اللي هو الكوكب اللي جنب الشمس على طول. ادي الكواكب لو عايزين برضو تفتكروا سريعا كده، ادي ميركوري زي ما انتم شايفين اهو، ميركوري عطارد، ده الاقرب على طول. فانا عايز اقول اللي ده الاقرب والاصغر كمان، فهقول زي المثال اللي معايا ميركوري is the smallest planet. هو كده في صيغه تفضيل، باخده واقول هو الاصغر على الاطلاق. تعال نحل مع بعض الحاجات دي كده سريعا وانت هتفتكر المعلومات دي. the planets are very، الكواكب مالها؟ are very small ولا tall ولا big؟ لا، انا عايز اوصف الكواكب، ما بقارنش حاجه بحاجه، فعشان كده هقول big. the planets are very big. طيب earth is the first ولا second ولا third planet؟ هي third planet جنب الشمس. مين هو الكوكب اللي blue and green، ازرق واخضر؟ earth. uranus is than saturn. اول ما تلاقي than دي يبقى قبليها الصفة بتحط لها ER، colder than. mercury is، لقيت than يبقى hotter than earth. venus is the hottest planet. هتلاقي دايما قبل الصفة the وبعد كده بتحط للصفة EST، the hottest، the greatest الأكبر، the smallest الأصغر. دايما هتلاقي التركيبة كده is وبعد كده the والصفة بتحط لها EST. ومش هتلاقي نفسك بتقارن، ده انت هتلاقي نفسك بتتكلم على كوكب وبتقول ان الكوكب ده مثلا هو الأصغر هو الأكبر على الإطلاق. طيب ده كده كان فكرة عامة عن الجرامر بتاع يونيت 4. تعال نروح عند الجرامر بتاع يونيت 5. adjective
after verb to be. الصفات عامة بتيجي بعد فعل verb to be يكون. يعني ايه اصلا verb to be يا مستر؟ انا عايز افتكره اللي هو كان am او is او are. طب دول بييجوا ازاي؟ انت عارف ان am بتيجي مع I am، دايما بقول كده. هات بقى هنا الصفة، حط هنا الصفة I am tall، انا مثلا طويل. I am happy، انا مثلا سعيد. is كانت بتيجي مع he و she و it، فعايز اقول صفة he is strong. شايف انت بقى strong بتيجي بعد verb to be، هو قوي. or we are happy، احنا مبسوطين. شايف happy اللي هي الصفة بتيجي بعد verb to be، ده اللي هنا عايز يقوله المثال. الفاعل السبجكت تجيب verb to be وبعد كده الصفة، زي المثال اللي قدامك the girls are young، البنات دولت صغيرين في السن. فين الفاعل the girls؟ دول أبطال الجملة. فين الverb to be؟ are. فين الصفة young؟ طيب تعال نشوف he is fat، هو he is fat، هو صغير، he is هو سمين تخين. فين الverb is ده الفعل؟ فين الضمير هو؟ بدل ما أقول أحمد أو علي، بدل ما أتكلم باسم الشخص قلت بالضمير he. he is fat، fat يعني تخين أو سمين. طيب فين الصفة؟ بتيجي بعد verb to be، زي ما أقول الأمثلة دي some birds are small، بعض الطيور صغيرة. she is kind، هي عطوفة أو طيبة. طيب تعال نشوف المثال دوت، ولازم تترجم الجملة عشان تفهم المعنى. أنا ما ينفعش أختار أي صفة. some crocodiles، بعض التماسيح are very A. لازم تبقى مذاكر كويس جدا وفاهم معاني الصفات دي. kind يعني عطوف، long يعني طويل، tall يعني طويل. طيب ما انت ممكن تقول لي يا مستر انا هختار tall يعني طويل. غلط، لان tall الارتفاع زي الشجرة من الارض لفوق، زي الانسان ممكن تقيس الانسان لانه واقف بالطول، لكن long ده بالظبط زي ما يكون حاجة على الأرض زي التمساح، وانت بتقول اللي عنه طويل بالشكل اللي هو ممدد على الأرض. فانت هتقول some crocodiles are very long. المثال اللي بعده my mom am ولا is ولا are very kind. خليني أفكر لو أنا مكانك هفكر إزاي. my mom هي كتير ولا شخص واحد؟ هي شخص واحد يعني مفرد. طب أنا لو شلتها ممكن أحط مكانها مين؟ she. طب she بتاخد ايه في المضارع مع verb to be؟ my mom is او she is very kind. طيب my friends، خد بالك ان دي جمع، اصدقائي هما. لو شلت my friends احط مكانها they، وthey بتاخد are، يبقى my friends am ولا is ولا are funny. يبقى my friends are funny، اصدقائي مضحكين جدا. طيب ده كده كان الجرامر اللي موجود سريعا، ما كانش فيه جرامر كتير. الجرامر اللي موجود معانا في يونت 6 دي حاجة مهمة جدا جدا جدا، وانا بقول لك اللي انت هتاخدها السنة دي لانكم خلاص كبرتم وهتبتدوا تاخدوا جرامر مهم، الا وهو لو عايز تتكلم عن الاحداث في الماضي. انا مثلا عايز اقول جمل الاول في المضارع عشان نفتكر الجمل اللي في المضارع. نفترض مثلا اللي حد فيكم بيحب يلعب كورة، هيقول I play football، أنا بلعب كورة. I learn English، أنا بتعلم إنجليزي. I cook pizza، أنا بطبخ بيتزا. لو خدت بالك من الجمل دي هتلاقيها جمل في المضارع، في زمن المضارع البسيط. I play football، بتجيب الفاعل بطل الجملة وبعد كده الفعل وبعد كده تكملة الجملة. طب افرض ان هي واحدة، هقول she plays football او she plays tennis. خد بالك اللي انا حطيت اس المضارع، هو ده اللي انا قلته لك المرة اللي فاتت. لو احنا مثلا عايزين نقول they، هقول they learn English، هم بيتعلموا انجليزي. دلوقتي في زمن المضارع ممكن يكون بيتعلموا زينا كده دلوقتي النهاردة. we learn English، احنا بنتعلم انجليزي. ده زمن مضارع لانك زي ما انت شايف الفعل اهو
مصدره ما بحطلوش لاي ان جي ولا اي دي ولا اي حاجه، سايكو زي ما هو بحط له بس مع هي وشي وات في المضارع بحط له اس المضارع. طيب ده لو انا بتكلم على النهارده او بتكلم على حاجه بتحصل ومتكرره، زي ما اجي اقول مثلا I get up early in the morning. انا بصحى كل يوم بدري. لو عايز اتكلم عنها هي هقول she gets up early in the morning. هي بتصحى بدري. الفرق بين الجملتين ان I ما بتحطش للفعل اس، لكن مع she بتحط في المضارع اس المضارع مع هي وشي وات. كل اللي بقوله لك ده زمن المضارع. طب ايه المشكله يا مستر؟ افرض بقى اللي انت عايز تقول لي نفس الجمل دي بس في الماضي. يعني ايه في الماضي؟ يعني امبارح، يعني الاسبوع اللي فات، يعني الشهر اللي فات. انا لما اجي اقول لك يسترداي، ويسترداي ده معناها ايه؟ بالامس، امبارح، حاجه بتقول لي عليها حصلت امبارح بالامس. لما اجي اقول لك لاست ويك، الاسبوع اللي فات، لاست مانث، الشهر اللي فات، لاست وراها اي حاجه زي لاست نايت، الليله اللي فاتت. كل الحاجات اللي قدامك دي بتدل على الماضي. يسترداي، لاست ويك، لاست مانث، لاست نايت. طيب انا عايز اتكلم على الماضي. خد بالك بقى لاي فعل عايز تحطه في الماضي في افعال منتظمه، في علامات كده، حاجه سهله وبسيطه جدا. فعل زي واتش، يشاهد. لو انا مثلا قاعد بقول انا بتفرج على التلفزيون دلوقتي، I watch TV. انت شايفني اهو بتفرج على التلفزيون، وانا عايزك تقول لي نفس الجمله دي يا حسن امبارح بالامس، فهقول I watched TV yesterday. اللي خلاني اعرف ان الجمله دي في الماضي كلمه yesterday، وكمان حطيت للفعل AD عشان يبقى في الماضي. فانت لازم تعرف ان في بعض الافعال بتحط لها AD عشان تبقى في الماضي، زي ما شايف قدامك كده watch تبقى watched، play تبقى played، زي ما انت شايف بنحط للفعل AD. طب ما هو في بعض الافعال كمان بتنتهي بE زي live تبقى lived. واخد بالك اللي انا حاطط لك بالاحمر الحرف اللي احنا بنزوده، هو اصلا الفعل بينتهي بإي، انت بس هتحط له دي، مش هتحط له بقى اي دي كمان. يعني هو مثلا اما اجي اقول I live in Cairo، انا عايش في القاهره. بفرض السنه اللي فاتت انا كنت عايش في اسكندريه، هقول I lived in Alex last year، انا عشت في اسكندريه السنه اللي فاتت. واخد بالك ان انا زودت الدي بس لان هو اصلا بينتهي الفعل بإي، ما ينفعش انت تحط له اي دي كده، غلط، هي اي بس. في بعض الافعال بنزود لها اي زي ليف، ليف. طيب عندنا كمان افعال زي ستوب، يتوقف، ستوب. ما حدش يقول لي ستوبيد، عيب، احنا في سنه ثالثه دلوقتي، ما حدش يجي ينطق غلط. اما تلاقي الفعل زي ستوب، لو خدت بالك هتلاقي الفعل بينتهي بي، قبل البي دي يا حسن يا عائشة عندنا او، الادام في حرف متحرك خليه دبل بي، يبقى ستوب. ما حدش يقول لي ستوبيد، ما حدش يقول لي لوكيد، لا غلط، النطق ده غلط. ستوب، ستوب، يتوقف، ستوب، ستوب. ستادي، في بعض الافعال بتنتهي بواي، بشيل الواي في الماضي واخلي الواي دي يا حسن اي اي دي، اي اي دي، تبقى ستادد، ستادد. يا يمنى يا اروى، انا بعمل ده ازاي؟ عايز ادخل الكلمات دي في جمل، يعني مثلا ستادي، اي ستادي، انا دلوقتي بذاكر انجلش، انا دلوقتي بذاكر انجلش اند ماث. وانا عايز اقول نفس الجمله دي اللي انت في سنه ثانيه كمان السنه اللي فاتت ذاكرت انجليزي وماث، هتقول اي ستادد. شايف الواي دي؟ بتشيل الواي وتحط مكانها اي اي دي، فهتقول اي ستادد. شايف الواي غيرتها وخليتها مكانها اي اي دي، فهقول اي ستادد انجلش اند ماث لاست يير، انا كمان ذاكرت السنه اللي فاتت انجلش وماث.
طب هتقول لي يا مستر اعمل ايه؟ ما انا الحاجات دي هذاكرها ازاي؟ عايزك بقى تحفظها كده كانها اغنيه، كانها تصريف افعال، يعني الكلمات اللي بتدل على الماضي اول ما عينيك تلمح الكلمات دي زي yesterday، last، وراها بقى last week، last month، last year، الاسبوع اللي فات، السنه اللي فاتت، الشهر اللي فات، last Friday، الجمعه اللي فاتت، او كلمه ago. يعني مثلا اما اجي اقول two hours ago، من ساعتين فاتوا، two hours ago، دي معناها بالعربي من ساعتين فاتوا يعني في الماضي. two hours ago يا محمد يا اشرف يعني من ساعتين فاتوا يا سيف. طيب خلينا كده نقول مثلا جمله زي مثلا I did my homework، انا عملت الواجب بتاعي two hours ago، عملت الواجب بتاعي من ساعتين. هي did دي الماضي بتاع ايه؟ بتاع do. عارف do تتحول في الماضي تبقى did، عشان كده انا عارف ان الجمله دي ماضي عشان حاجتين، two hours ago من ساعتين فاتهم، وكمان الفعل حطيته في الماضي، بدل ما بقول do بقول did. عايزك بقى تحفظ الافعال زي ما هي موجوده عندك. visit، visited، play، played. هتيجي واحد يسالني يقول لي يا مستر طب هو انا ليه، ما هنا بينتهي بواي، ليه ما شلتش الواي وحطيت مكانها اي اي دي زي study دي؟ لان هنا قبل الواي في حرف متحرك اللي هو الايه، لكن هنا قبل الواي في حرف ساكن. طالما في consonant، في حرف ساكن، شيل الواي وحط مكانها اي اي دي زي study تبقى studied. لكن هنا play قبل الواي في حرف متحرك، سيبه زي ما هو تبقى played. زي لو عايز ادخل played في جمله فهقول I played او we played، فعايزين نغير كده نقول we played tennis last week، لعبنا تنس الاسبوع اللي فات، اللي خلاني اعرف ان الجمله في الماضي اللي انا زودت الاي دي وكمان كلمه last week. عايزك تذاكر بقيه الافعال. stay يعني يقيم، stayed بيقعد عند حد، I stayed at hotel for two weeks، قعدت في الفندق ده لمده اسبوعين. cook cooked، محدش يقول لي cooked غلط، النطق ده غلط، cooked 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 يعني طبخ. I cooked pizza yesterday، انا طبخت بيتزا في الامس. my mom cooked pizza yesterday، بتحط الاي دي مع كله. يعني ايه يا مستر بحط الاي دي مع كله؟ يعني اقول I cooked، you cooked، دم في الماضي، she cooked، we cooked، they cooked، كله في الماضي بتخليه اي دي وتكمل الجمله بتاعتك. ممكن اقول you cooked pizza، انت طبخت بيتزا yesterday مثلا. she cooked rice او she cooked chicken last night، هي طبخت فراخ الليله اللي فاتت. زي ما انت شايف بتزود للفعل اي دي مع كله، you cooked، she cooked، he cooked، we cooked، they cooked، it cooked، كله بتزود له اي دي. اهم حاجه تحفظ تصريفات الافعال. travel traveled، travel traveled، خد بالك بقى الدبل ال. طب ليه يا مستر بقى الدبل ال؟ لان الحرف الساكن اللي هو ال قبليه حرف متحرك، فبقى عشان كده بقى travel دبل ال. stop stopped دبل بي، look looked، محدش يقول لي في النطق looked cooked غلط، looked cooked. طيب تعال نحل الامثله عشان الدنيا توضح بالنسبه لنا. we by train yesterday، 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 انا ما بقولش عنها yesterday، الطه اللي احنا قلنا عليها دي ما ينفعش تكون معانا في الانجليش yesterday. طيب قدامنا 10 دقائق، كويس جدا. we لازم احط في الماضي الاي دي، يبقى انا هقول يا حسن we traveled، مش هقول traveling ما ينفعش، او travel، لان في كلمه yesterday بتاعت الماضي اللي هي بتقول لي زود للفعل اي دي، فهقول we traveled by train yesterday. طيب I play ولا playing ولا play tennis؟ انا هقول I played،
لان playing ما ينفعش، لازم قبل ال ing الاقي am او is او are، وهنا مش موجود وما فيش حاجة اسمها is المضارع مع I، ما ينفعش. الوحيدة اللي تنفع I played tennis، انا لعبت تنس. We in Luxor last weekend، احنا كنا في لقصر الاجازة الاسبوعية اللي فاتت. هل هستخدم we where ولا was ولا is؟ اولا is ما تنفعش لان دي مضارع. هو اصلا الماضي بتاع دول ايه؟ خلينا نفتكر كده مع بعض. انا عايز اسالك، هو الماضي بتاع is ايه؟ والله الماضي بتاع is was، والماضي بتاع are ايه؟ where. طيب ما تيجي نفتكرهم مع بعض. اما اجي اقول هي was دي كانت بتيجي مع ايه، فاقول I was او he was وشي was وات was. لكن وير دي بتيجي مع، مفيش حاجه اسمها I wear، لا اسمها you wear we wear they wear. لو جيت تبص معايا كده في السؤال بقى اللي معانا هنا، احنا we هي we بتاخد ايه في الماضي؟ يبقى we wear. We were in Luxor last weekend، احنا كنا في لوكسور في الاجازه الاسبوعيه اللي فاتت. I أقمت، قعدت عند خالتي الشهر اللي فات. Stay ولا stayed ولا staying with my aunt last month. I stayed. الإي دي بتاعت الماضي، وإيه اللي خلاك اللي تعرف إن الجملة دي في الماضي؟ last month. كلمة هو last من ضمن كلمات الماضي. عايز أعرف لو سألتك سؤال في الماضي بيتكون إزاي؟ فاكر لما كنت بقول لك do you like apples؟ do دي وdoes بتوع المضارع. أنا عايزك تفهم grammar مش تحفظ. يعني لما اجي اقول لك سؤال فيه دو او داز كده، اعرف ان ده مضارع. السؤال اللي فيه دو هتقول لي يس وبرده اي دو او نو اي دونت، زي ما احنا اتفقنا قبل كده. هسالك السؤال واقول لك مثلا دو يو لايك انجلش، تحب الانجليزي؟ هتقول لي يس اي دو او نو اي دونت، وانت عارف ان يو بتتحول لاي. داز بتيجي مع شي وهي وات. Does she finish her homework؟ هي خلصت الهومورك بتاعها؟ هقول yes she does لاني بسألك عنها هي. Yes she does او no she doesn't، لا هي ما خلصتش. واخد بالك ان السؤال اللي فيه do الإجابة فيها do، السؤال اللي فيه does الإجابة فيها does، وده مضارع والله العظيم مضارع. لكن السؤال لو فيه did يبقى ده ماضي على طول. هتقول لي yes وبعد كده did وno وdidn't. did you، انت عارف ان انت بتقول did you هتقول لي yes I، لان you يعني انت. فما تيجي تجاوب تقول لي ايوه انا، بيتكون السؤال ازاي؟ did هات وراها الفاعل وبعد كده الفعل في المصدر. did you work on Saturday؟ شايف كلمة work دي ما ينفعش بعد did تحط ماضي. did you work on Saturday؟ بتشتغل يوم السبت؟ Yes I did أو No I didn't. تعال نشوف المثال ده هيوضح لنا كل شيء. did وراها الـ subject وبعد كده الـ infinitive. did الفاعل وبعد كده الفعل. did you study English؟ إيه اللي خلاك تحط study يا حسن؟ لأن بعد did الفعل في المصدر، ترجعه زي ما كان، ما تحطلوش بقى لا ED ولا IED ولا أي حاجة، سيبه زي ما هو. طالما عينيك لمح did خليه did you study English؟ yes I did أو no I didn't. did she cook rice؟ yes she did أو no she didn't. did they دي بتاخد إيه بعد did؟ they play. إيه اللي خلاك تختار play؟ لأن بعد did الفعل في المصدر، ما ينفعش بعد did يجي فعل نحط له ED ولا ING. أول ما عينيك تلمح did حط الفعل في السؤال أهو في المصدر. Did they play football؟ طيب did he travel by train؟ هو سافر بالقطر؟ شايف travel بعد did في المصدر. yes he، أدام قلت yes يبقى did، لكن لو قلت no يبقى didn't، فأنا بقول yes he did. في بعض أفعال في الماضي ما ينفعش تحط لها يا عائشة أو يا أروى، ما ينفعش تحط لها لا دي ولا إي دي ولا أي إي دي، ما ينفعش. أفعال بنسميها أفعال غير منتظمة شاذة، الـ regular verbs زي you go
went الماضي بتاعها went زي eat يأكل الماضي بتاعها ate عاملة زي رقم 8 كده ate see so have had يمتلك see بمعنى يرى so take took make made زي الأمثلة اللي معانا دي she goes ولا went ولا going to Luxor yesterday yesterday عارف اللي الجملة في الماضي لازم أقول she went ما ينفعش أقول she goes غلط ولا we goes we went إحنا ذهبنا للأقصر امبارح he take ولا took ولا taking photos he took الماضي بتاع take took they went in ولا on ولا at a boat trip من عنوان الدرس حتى لو جيت تشوفها كده boat trip رحلة أنا هقول بقى in ولا on ولا at they went on a boat trip ولا in ولا at طيب أنا هقول on a boat trip طيب دي فكرة عامة كده عن الجرامر للأسف خلاص معانا 3 دقايق والوقت هيخلص خليني أسألكم كده شوفكم استفدتوا حاجة وإن شاء الله خلال شهر أغسطس برضو نبقى نعمل أي مرة تانية نتكلم فيها على زوم نحاول برضو نفتكر وإنتوا كمان تتعودوا على الطريقة